اللي عبيد الفريق واللاعب اكيد اللي عنده تجربه خصوصا على مستوى الدفاع. الدفاع جات الكره في الدفاع ديال فريق الرجاء. هناك انطلاقه ديال عمر بوطيب. عمر بوطيب خد الكره بالصدر ديالو. هذه فرصه هدف جميل لسيف الدين العالمي. يمكن نقول بانه كان بالفعل هدف عالمي للرجاء العالمي. تسديده قويه لا تصد ولا ترد. هدف جميل لفائده فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. تسديده قويه لسيف الدين العالمي تعانق شباك الحارس ياسين الحواصلي. وهدف اول لفائده فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. هدف جميل في بدايه هذا المباراه وانطلاقه قويه لهذه المواجهه. هدف اللي كيجي تقريبا في حدود الدقيقه التاسعه من بدايه وانطلاقه قويه لهذه المواجهه. هدف اللي كيجي تقريبا في حدود الدقيقه التاسعه من بدايه هذا المواجهه لسيف الدين العلبي. ما خلاش يعني الكره تسقط الارض. كيسدد بقوه والكره تعانق الشباك. اذا هدف اول لفائده فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. يمكن نقول بانه هذا الهدف غادي يخلي بانه المباراه تاخذ انطلاقه يعني احسن. خصوصا بانه شباب الحسيمي اللي البدايه اكيد كان يعني الكوك البركوشيز ويوسف الديش. هذه فرصه دائما خطوره. والهدف الثاني لفائده فريق الرجاء. الهدف الثاني لفائده فريق الرجاء. كنقول بانه كان هناك ارتباك كبير على مستوى الدفاع. بالتالي سفيان الرحيمي كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائده فريق الرجاء. هدف كيجي في حدود الدقيقه 33. اذا سفيان الرحيمي كيتمكن من تسجيل الهدف الثاني لفائده فريق الرجاء مع انذار الان للحارس ياسين الحواصلي اللي طالب بالخطا. اكيد غنتابعوا الهدف لان كما قلت بانه كان هناك تسديده من عبد الله الحافظي. تدخل ديال الحارس ياسين الحواصلي. حدرف حدرف تمكن انه وصل الكره. زكريا حدرف في الانطلاقه ديالو دخل داخل المعتقد. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. والهدف الثالث لفائده فريق الرجاء. والموقع هو محسن ياجور. محسن ياجور كيتمكن من تسجيل الهدف الثالث لفائده فريق الرجاء بعد عمل كبير اللي قام به زكريا حدراف من الجهه اليسرى. انطلاقه التوغل داخل المعترك واحد التمريره. محسن ياجور هاد التمريرات ما كيضيعهمش في المكان والتوقيت المناسبين. كيتمكن من وضع الكره في مرمى الحارس ياسين الحواصلي. هدف ثالث لفائده فريق الرجاء كيجي في حدود الدقه 56 كما قلت بواسطه محسن ياجور. واكيد فرحه كبيره لجماهير الرجاء تابعوا من جديد هذا الهدف. كانت تمريره طويله اتجاه زكريا حدراف. حدراف لاحظوا المراوغه هنا. المراوغه هنا هنا التمريره وتواجد لاعب بقيمه كيدا البوليادور محسن ياجور الذي يتمكن من وضع الكره في الشباك بهذه الطريقه بهذا الشكل. والتمريره كانت ممتازه من زكريا حدراف. 4-0 لفائده فريق الرجاء في اولى مبارياته على مستوى الدوري الاحترافي موسم 2018-2019 في لقاء اكيد امام شباب الريف الحزيمي. هناك تغيير الان دخول ابراهيم البحري كي مرة في اتجاه محسن ياجور. محسن ياجور انطلاقه ديال محسن ياجور. دي فرصه لفائده فريق الرجاء. طلب كره محمود الحليم ياجور. الهدف الرابع للرجاء. انطلاقه سريعه ديال محسن ياجور كيتمكن من تسجيل الهدف الرابع لفائده فريق الرجاء. والهدف الثاني في هذا المباراة. إذا فريق الرجاء نقول بأنه كيستعرض القوة ديالو في هذه المواجهة وكيأكد بال يعني الحضور ديالو كذلك أنه مستعد لهذا الموسم. إذا أمامنا محسن ياجور انطلاقة سريعة انفراد بالحارس سفيان النبير واستغل حتى اكيد قبل الفراغ ديال الدفاع بعد خروج اسماعيل الجاهور وخروج اكيد لاعب خالد كركيش. لاحظوا هنا الهدف هدف جميل ديال محسن ياجور. لاحظوا هنا التمريره ديال زكريا حدراف انطلاقه ديال محسن ياجور.
كيتمكن اذا من وضع الكره في الشباك. ولو ان لاحظوا المتابعه كانت ديال اللاعب احمد فتحي ما تمكنش من يعني ايقاف اللاعب محسن ياجور. قطار سريع جبيرة دي فرصة لفائدة فريق الرجاء. جبيرة لعب كرة في جهة اليمنى في جهة اللاعب عمر مطيب. لاحظوا المساحات كبيرة لفريق الرجاء. تسديدة والهدف الخامس زكريا حذرف يوقع الهدف الخامس لفائدة فريق الرجاء. وذكرت بأن هناك مساحات هناك فراغات يعني صعب جدا أن تلعب مع فريق بقيمة الرجاء بهذا الشكل. وإلى الحصة ستكون كبيرة 5-0 لفائدة فريق الرجاء وفرحة أكيد مستحقة لجماهير الرجاء التي حضرت أكيد بالألاف هذه المواجهة. فيما أكيد شباب الريف الحسيمي حتى الآن لم يظهر بالوجه الحقيقي والوجه المجرف. والفريق أكيد الآن يعاني حتى على مستوى النقص العددي. لاحظوا التمريرة في الجهة اليمنى مشات الكرة عند عمر مطيب. زكريا حذرف خذ الكرة خذ الوقت ديالو الكافي في أنه حتى يسدد يعني في المكان واختار المكان اللي بغى بهذا الشكل. لاحظوا زكريا حذرف يعني خذ الوقت ديالو واش يمرر واش يسدد سدد بهذا الشكل. وبالتالي الكرة تعانق مرمى الحارس سفيان نبيل. 5-0 اللي فائدة فريق الرجاء. وكما قلت بأنه عمل كبير ينتظر المدرب ميمون وعلي لأنه اللاعبين ديال المدافعين اللي كيصعدوا من أجل المساندة الهجومية. عمر مطيب واحد من هاد اللاعبين ومن هاد القيمة ديال هاد اللاعبين والطينة ديال هاد اللاعبين بإمكانه أنه يصعد.